كثير من المتورطين في المناهج الفكرية المنحرفة سواء الغالية أو الإلحادية والإباحية، كثير منهم يعني مر بمرحلة من مراحل تعاطي المخدرات التي تدمر آلية التفكير وتهدم القيم وتحول الإنسان إلى أرض سهلة الاجتياح، فكره يسهل اجتياحه لقيادته إلى غلو أو إلى إباحة وإلحاد. لذلك من المهم أن نتضافر في محاربة هذا الغزو الذي يوجه إلى أبناء المسلمين في كل مكان، ونحن في المملكة نشهد الحملات المتتابعة التي أو الحوادث المتتابعة التي يحفظ الله تعالى البلاد من شرور أصحاب المخدرات بجهود رجال الأمن الذين يقبضون عليهم ويقفون على ما على الكميات الهائلة التي يحاول تهريبها إلى البلاد وإلى السوق السعودي. هذا المكر العظيم وهذا التهريب هدفه هو تدمير أعظم ما يملكه الإنسان من الأفكار والفكر الذي به يدرك الخير ويتوقع الشر.